اليوم موضوعنا كتير مهم، وهو عن كيف ننقي أصدقاء صالحين. انتبه للرفقة يلي بتنقيهم. بيعلمنا الكتاب المقدس إنه المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة، يعني إذا عنا أصدقاء غير صالحين رح نصير مثلهم غير صالحين. ابتعد عن الأصدقاء يلي بيعملوا إشياء بعيدة عن عيون أهلهم وبالسر، لأنه هيدا الأمور يمكن تأثر على حياتك. اختار الأصدقاء المؤمنين واللي عندهم عوايد صالحة، واستشير أهلك بأصدقائك.